أحد الخريجين العراقيين أراد التعبير عن هذا الواقع المزري بطريقة تهكمية يصور بها حال الخريجين في ظل عدم وجود وظائف حكومية، وذلك من خلال تجواله على عربة يجرها حمار لبيع وشراء المواد المستعملة. دعونا نشاهد. هذا خريج توه خطيه خلص واشترى له عربه. هاي عنده غراض مستعمل اللي بيع، طعين اللي بيع، قطعات اللي بيع، غراض مستعمل اللي بيع، طعين اللي بيع، الغاز اللي بيع، ايه اللي بيع، غراض مستعمل اللي بيع، غراض مستعمل اللي بيع. طبعا للعلم العراق يصدر اكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا من النفط، وهو ثاني اكبر منتج النفط في منظمه اوبك بعد المملكه العربيه السعوديه، وتبلغ ميزانيته السنويه اكثر من 100 مليار دولار. وعلى مدى 16 عاما لم تستطع الحكومات المتعاقبه وضع حل للخريجين الجامعيين.